لا تعمل لنا فيشات خلونا هكاك ولا نعمل لكم فيشات خلونا هكاك بسطر ربي وكا واللي عملنا ربي كا هو مليح. الفيشاج عدو للديمقراطية ولا يمكن أنه تتمارس ديمقراطية مع الجوسة. الفيشاج ما ينجم يصلح وينجم ما يصلحش، مش لازم ولا مش لازم. أمون أفي لازم منه أكيد، كنا مغمضين وكي زيد نكمل نغمضوا توا. لا مش لازم الفيشاج في الديمقراطية وما عنده حتى دخل. والمرة اللي فاتت نحكي أنا وبوليس فهمت ما في باليش به بوليس، قال لي البوليس السياسي موجود في جميع الديمقراطيات، مضروب على رأسه هذا الفيشاج. الفيشاج لازم منه في الديمقراطية ولا ليه؟ علاش مش لازم ها؟ ليه؟ علاش لك الفيشاج؟ الفيشاج لازم منه يا اخويا. كيفاش؟ شخير من الفيشة، عندك الفيشة وعندك بوفيشة وعندك مختار حشيشة الله لا ينحيهم. لا أنا نعتقد اللي حلمي أنه كيما إنجلترا ولا أمريكا ما ثماش كارت دونتي. أخويا كارت دونتي كأنه الناس كل مشكوك فيهم سوسبي. وقت نعمل عملة وقلال الناس اللي يعملوا عملة، معناها يصير على ألف واحد على مليون واحد ثم عشرة يعملوا حاجة يلزموا تشدوا وتشدوا بسهوله. معناها اذا كانت تعمل الاجهزه المراقبه واليقظه باش واحد ما يقتلش ما يسرقش، اقليه احنا اكثر 99.99 من الشعوب ناس طيبه تقوم الصباح تمشي لخدمتها كذا ولا تفركس عليه وتقول له مرتك شكوني وجدك شكون وش عندك ملاك وين قريت وكذا. كان عمل عمله عيط له قول هذا يقرا في الهندسه يا اخي وقتل الانسان ولا حاجه، ما عليه الاخرين خليهم مريضين. انا نعتقد الفيشاج لا ضروره له بتاتا. انا ضد الفيشاج خاطر ما خاطرني ضده وكهو.